السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم سهلة واقتصادية، والأهم من هالشي كامل أنها غادي تهنينا من خبز تورتية. هاد الخبيزات كيجيو رائعين دغيا، كيوجدو ما فيهم لا دليك لا عجين لا تخمير لا حتى شي حاجة. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. هنا غنحتاجو 150 غرام ديال الدقيق، غنضيفو عليها معلقة صغيرة ديال الملحة، وعندي هنا 240 مليلتر ديال الماء يكون دافي. كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على داك الخليط اللي كيجي بحال ديال لي كريب. كنجيبو مقلاة كنسخنوها مزيان، كندهنوها بشوية ديال الزيت، وكنطيبوا هاد الخبيزات ديالنا على جوج جهات، يعني كل مره كنقلبوهم للجهه الثانيه حتى كيبانوا لنا راه كيتنفخوا وكيخواو من الداخل. عتي راه كيجيو بحال الشكل ديال البطبوط لي كريب، وكذلك تورتيه دغيا كيوجدوا اقتصاديين ما فيهمش تماره. هنا تعمروهم بلي متوفر عندكم في الدار، انا دهنتهم بشويه ديال الصلصات، عمرتهم بالدجاج، كذلك شويه الخس ومطيشه، كيجيو رائعين توجدوهم لوليداتكم وكذلك توجدوهم حتى لضيافكم.